حديث عن معاوية بن أبي سفيان ذو الشجوع اللي ما سمعناها. إيه القصة مع عبد الله بن الزبير، كان لعبد الله بن الزبير أرضا في المدينة ومجاورة لأرض معاوية بن أبي سفيان، فكأن عمال معاوية تعدوا على أرض عبد الله بن الزبير بطريقة أو بأخرى، فأرسل خطابا إلى معاوية بن أبي سفيان، وكان الخطاب شديد اللهجة، فعرضه على ابنه يزيد. معاوية يعرض الخطاب على ابنه يزيد، فيوم قرأ يزيد ابن معاوية الخطاب لو والله أنه شديد اللهجة وقوي وعلى خليفة وعلى خليفة وملك المسلمين والعرب، قال لو كنت مكانك يا أبي لأرسلت إليه جيشا أوله عنده وآخره عندي يأتي إلي برأسه. أشهد أن لا إله إلا الله. ما تحمس القوة. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه لا أصبر أصبر، تعال يا كاتب اكتب إلى عبد من أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير، اعلم أنني قد وهبتك الأرض التي لي بجانب أرضك هي وثمرها وكل ما فيها وحتى عمالها. الله أكبر. وأرسل إليه الخطاب، فرد عليه عبد الله بن الزبير قال نحمد الله تعالى أن جعل خليفتنا بهذا العقل الراجح وهذا العقل الرشيد. ثم أرسلها لمعاوية بن أبي سفيان، ثم قال اطلع عليها يا يزيد بن معاوية. فرجل متسامح رضي الله عنه، رجل حليم، حتى أنه كان يغضب إذا أحد جاب طاري أمه هند بنت عتبة، يغضب على طول، وكان نقطة ضعف أنه يغضب من طاري، تبي تغضبه جيب طاري أمه وزهله. لمن؟ معاوية بن أبي سفيان. فقالوا في يوم من الأيام الواحد جاحل زوجته هند، لا أمه هند بنت عتبة زوجة أبو سفيان اللي هو أبوه، إيه؟ وأبوه يلقب أبو سفيان واسمه صخر بن حرب بن أمية، وكان من سادات قريش قبل الإسلام. المهم أنه في يوم من الأيام أجتمعوا وقالوا يا فلان روح لمعاوية بن أبي سفيان وأتحداك تغضبه، وإذا أغضبته ترى لك المبلغ الفلاني. فراح له وقال يا معاوية يا معاوية، والخليفة كان يمشي من المسجد للبيت، قال نعم، والناس يشاهدون، قال إن عينيك تشبه عيني أمك. من اللي قاله؟ يقول له الجاهل هذا. فوقف معاوية رضي الله عنه وقال تلك عينان يحبهما أبو سفيان رضي الله عنه، ولكن خذ المال الذي قد وضع لك. ثم ذهب وعفى عنه. فشخصية من أجمل الشخصيات الحقيقة، والحديث عنها يطول، حتى ما أذكر أيضا مرة من المرات تراكم ما وقفتوني قلت سيرته كاملة. روح روح روح. أذكر أن هند بنت عتبة هي تفاخر به، لأن في مولده تنبأ الكاهن اليماني بأنها ستخلف ملكا يسمى معاوية. هي أصلا قبل أبو سفيان كان عندها زوج يسمى الفاكه بن المغيرة، وحدث قصة طويلة وشهيرة في هذا، لو كاد أنها تطلقت هي منه. فكان فيه نبوءة تقول أن هذه هند بنت عتبة ستلد ملكا. في يوم جاءت بالملك هذا اللي هو معاوية بن أبي سفيان، كانت دائما تفاخر به وتناضل عنه وتقول أن هذا الملك وهذا، وتفاخر به دائما. فكان فيه حوار جميل بينها وبين زوجها أبو سفيان، لأنه عمد يزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية رئيسا على الجيش، ترتيبات وكذا، والأمور هادية والأمور طيبة، صار فيه ترتيبات كذا، فحطوا يزيد أميرا على الجيش، وكان من ضمن الجيش معاوية أخو يزيد. فكان يمازحها أبو سفيان يقول لها انظر الآن هذا ولدك الذي تفاخرين به، وهو ولده أيضا، لكن إن يزيد من أم غير هند بنت عتبة، يعني عيال أبو سفيان، علشان تتضح الصورة، عيال أبو سفيان يزيد على أم من غير هند، ومعاوية أخوه بس من أبوه. كان زوجة. إيه نعم. فقال إن ولدي قد أصبح أميرا على ولدك. قالت ستعلم إن اضطرب حبل العرب أين يكون ولدي من ولدك. الله. وفعلا لما اضطرب حبل العرب أصبح معاوية بن أبي سفيان ملكا على العرب، رجل عظيم وصحابي رضي الله عنه، وهو من الرجال الذين فعلا لنا في سيرتهم أسوة حسنة. جميل جميل والله. والحديث عنه يطول. الحديث عن التسامح لابد في البداية أن نعرف أن التسامح ذكرته فضله وقصص من السيرة وقصص، لكن في أسلوب يا أخي يجذب الإنسان أنه يقبل منك تسامحه. يعني بعضهم يجي يبي يكحلها ويعميها، مرحبا.